السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدي قناة فوائد منوعة. نستعرض مع بعض فوائد فاكهة النبق أو ثمار شجرة السدر المباركة. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع علامة لايك لهذا الفيديو، بارك الله فيكم. شجرة السدر هي شجرة شوكية تنمو في معظم المناطق الجزائرية والمناطق الصحراوية في العالم، وهي فاكهة لذيذة جدا ومفيدة، حيث أنها تزودنا بكمية هائلة من الكالسيوم والكربوهيدرات، مما يؤدي إلى تقوية العظام والأسنان. أيضا تحتوي على السكر الطبيعي الذي يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أن مذاقها يعني ممتاز جدا. أيضا تقلل من احتمالية الإصابة بالجلطات القلبية، وتقوي الدورة الدموية، كما أنها تنتج كريات الدم الحمراء لاحتوائها على الحديد. أيضا فاكهة السدر تفيد في صحة الأم الحامل والجنين. إن شاء الله أكون قد أفدتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.